ذا مواقف الحديث عن أزمة كبيرة في الإمدادات بالغاز، تخوف كبير، تشتت على الأقل بين مجموعتين داخل الاتحاد الأوروبي، بين من يذهب نحو حل تسقيف الأسعار وبين من يعارض ذلك. قراءة للمشهد سريعا دكتور عمر. والله نظن أن المشكل ما هوش وليد اليوم، ومشكل وليد سنوات سابقة، لأن يعني الاتحاد الأوروبي كان يتبع أو خلينا نقول ينساق وراء يعني اللوبيات الأمريكية إن صح التعبير، لأنه لو شفنا الطبقة السياسية اللي كانت تحكم أوروبا سابقا وقيمناها سوف نجد أنها كانت في أسوأ حالتها. يعني ولو حبينا أن نقارن بين الرؤساء الذين سيروا أوروبا وبين من كانوا سابقا في الاتحاد الأوروبي، يعني في كل رؤسائه، سوف نجد أن المرحلة العشر سنوات السابقة كانت في أسوأ حالاتها، يعني سياسيين من الطبقة الضعيفة، سياسيين لم يكونوا قادرين على رسم استراتيجيات مستقبلية، سياسيين كانوا يقتاتوا على ما يعني ما تمخض ما بعد الحرب العالمية الثانية ومخطط مارشال. وهنا نشوف الآن أن أوروبا تجني نتيجة لسياستها والانسياق نتاعها وراء الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أنه كانت عندها يعني عدم قدرة على خلق أمن طاقوي أو سياسة طاقوية قادرة مبنية على التنوع بالدرجة الأولى. وأنه كنا شفنا أنه في مراحل سابقة وفي سنوات سابقة كانت دولة كالجزائر اللي لديها قدرة كبيرة على تموين السوق الأوروبية، يعني لا تموينها إلا بحدود 11%، وهذا رقم ضعيف وضعيف جدا. في المقابل لما نروح إلى روسيا فنشوف أنها كانت تمول الاتحاد الأوروبي بحوالي 40%، يضاف إلى ذلك النرويج والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر، كلها دول يعني تكمل الباقي. ومنه كان يفترض أن الاتحاد الأوروبي سابقا يفكر في الأحادية تقريبا، أو في سيطرة دولة بشكل كبير على 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 سياسته الطاقوية، ومنه يحاول أن ينوعها. اليوم نظن أنه الواقع الذي نعيشه نتيجة أيضا لقرارات يعني لا 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 المواطن الأوروبي ليس له فيها شيء، لأنه الآن الحرب قائمة على مستوى والأزمة الأوكرانية الروسية هي مشكلتها صراع قوى عالمي يرتبط بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا والأول.